مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. غنواصلوا مسيرتنا في البحث على الحقيقة، المسيرة اللي بديناها وحنا مسلحين بالإصرار والعزيمة والرغبة في الوصول للمجهول، المجهول اللي كتخفيه الأضواء والشهرة، مسيرة الهدف منها هو نقربكم أكثر من نجومكم المفضلين بكل وضوح ومصداقية، ودائما تحت شعار هم يقولون مدى يقولون دهم يقولون. مرحبا بكم في الفاسافاس. محمد الغاوي ابن مدينة سلا الشغوف بالفن، لقدر بالإصرار والعزيمة يأخذ نفسه مكانة وسط نخبة من نجوم الأغنية المغربية. انتي صورتي ربحي وهنايا لمي ما يقرت عيني، رضاك ديما وقف معايا هو زادي في الدنيا وعويني. العمل ديالو المتواصل المهنية والممارسة أعطوه مكانة عند الجمهور، خصوصا مع تقديمه لأعمال فنية ناجحة كيبقى أبرزها وأكثرها شهرة الغربة والعشق القادي. محمد الغاوي صاحب صولات وجولات فنية كثيرة واللي مكنته من ملاقاة نجوم كبار من داخل وخارج أرض الوطن، إبداع هذا الاسم وتمثيله للمغرب في أكثر من محفل خلوه يحظى بالرضا والعطف الملكي في أكثر من مناسبة. سي محمد الغاوي مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا على حسن الضيافه، شكرا لهذه القناه المعتبره اللي صبحوا عندها تبارك الله لي فان وصبحت كتشاف على مستوى عالي. تبارك الله عليك، موفقه متالقه. شكرا. تحيه لجميع الاخوان الطاقم والمخرج وتحيه للاستاذ ديالنا السي رشيد الحياك اللي الله يرضي عليه كيبذل واحد المجهود كبير باش انه يوصل هذه القناه لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. سي محمد الغاوي، في البرنامج ديالنا كاينين فقرات، ولكن الفقره الاولى هي كنربطوا الضيف ديالي بشخصيه كرتونيه. الشخصيه الكرتونيه اللي اليوم اختارينا لك هي زورو. كيشبه لك زورو؟ زورو كيشبه لي بزاف، لان اولا تقريبا علاش زورو كتعرفوا شفناه ملي كنا صغار في الافلام، كنا كنمشيو للسينما لان السينما كانت عندها واحد الشعبيه كبيره، وزورو دائما تيدافع على الخير ودائما كينتصر. علاش؟ لان قلبه مزيان وكيدافع على الفقراء ودائما كياخذ حق المظلوم. وهذا هو الشخصيه ديالي اللي كتنطبق عليا انا، دائما اسعى، ولكن اعوذ بالله، قلت انا لا اريد ان اتكلم عن نفسي، ولكن اسعى الى الخير وقلبه بيض حتى انا قلبي بيض، وحق الله العظيم الى قلبي بيض. لا لا ما تحسبش الحلو. لا خصني نحلف. لا غنمشيو انا وياك لبلا زواق، انت واجد جاوبني على الاسئله ديالي بلا زواق. مرحبا والف مرحبا، قولي اللي بغيتي. علاش؟ ما اللي ما فكرش بهذا ما كاين، قولي اللي بغيتي. يلا بلا زواق، وضيفنا هو محمد الغاوي. سي محمد الغاوي، شكون اللي كان ليه الفضل في سيرك في هذا الطريق من غير عبد النبيل الجراري؟ اولا كان الله سبحانه وتعالى. انا لما حلت عيني صغري كبرت في مدينه سالا، والفضل كله كيرجع لمدينه سالا. علاش؟ حليت عيني على الموسيقى الاندلسيه، على الملحون، على الطوائف العيساويه والحمدوشيه والايقاعات، وهذا الشيء كله جعل مني واحد الشخصيه اللي تميل الى الفن والى الموسيقى. ثم اضافه الى هذا المحيط اللي كنت كنعيش فيه، فجدي كان جزارا في مدينه سلا وكان في المدينه القديمه، وحدا داك لو مارشي سنترال كاين واحد المقهى، وهذيك المقهى كانت كل عشيه كتطلق الاغاني ديال ام كلثوم وديال محمد عبد الوهاب وديال عبد الحليم، وانا كنت كنمشي كنجلس في واحد الدريجات تما
حدا المارشي وكنبقى نتسنط بحيث حفظت المطولات ديال عبد الوهاب وانا باقي طفل صغير جدا، ودخلت العمل الجمعوي وانا باقي طفل صغير جدا. فدخلنا لجمعيه الجيل الصاعد وحنا اطفال، وبدات هي هذه المسيره. مني كنا كنشوفوا برنامج مواهب بالابيض والاسود النواغ بلون، كنت كنمشي من سلاح حتى للرباط على القدمين. علاش؟ لان كانت الحاله فقيره وما عنديش فلوس باش نركب في الطوبيس ديك الساعه، وكنمشيو وكانوا كيجريو علينا باب الاذاعه تيقول لكم انتوما باقين صغار سيروا البرنامج ديال ادريس العلام ديال بحمدون ديال الدراري الصغار. فجاتني واحد الفكره عقلي ديال الصغر، شوف شنو قال لي. قال لي غتكتب رساله للسي عبد النبي الجراري كتقول له انا عندي موهبه والله يكثر خيرك، بغيتك تلحن لي. علاش؟ لان ديك الساعه كان كيلحن الفنانين الكبار، كيلحن عبد الهادي بالخياط، كيلحن اسماعيل احمد، كيلحن ديك الساعه سميره بن سعيد باقا صغيره الى اخره. فكتبت له رساله قلت له السي عبد النبي الله يكثر خيرك، بغيتك تعاونني وراه ما عنديش امكانيات والى اخره. حكيت له كاع داك الشيء بواحد الفطره وبواحد التلقائيه وبواحد البساطه. عم الله هذيك الرساله كيفاش كتبتها؟ وصيفتها عن طريق البريد. بقى عندك هذيك الرساله؟ بقى عند السي عبد النبي، عند الوليد ولد السي عبد النبي الجراري. ما خديتيهاش من عنده؟ نقدر ناخذها من عنده، راه بقى عنده. على ايين دازت واحد الشهر او شهر ونص، مشينا واحد الصباح للاذاعه لان البرنامج كيتسجل يوم الاحد. الصباح كيكون التمرين وفي العشية كيكون التسجيل. مشيت لباب الإذاعة كنشوف هذاك المحافظ ديال البرنامج كيغوت فينا هو محمد الغاوي. قلت له أنا. قال لي زيد، وأنا باقي صغير. قال لي تكلم. مشيت معاه في الكولوارات ديال الإذاعة، دخلت للاستوديو ديال التمساماني ديك الساعة، الاستوديو فيه كيسجلوا. سلمت على وأنا كلي أرتجف، وعرفتي تنهضر مع السي عبد النبي الجراري. عرفتي شنو السي عبد النبي الجراري؟ هو مكتشف المواهب في المغرب. قال لي انت هو السي محمد الغاوي؟ قلت له يا سيدي. قال لي جلست حداه، جاب لي واحد الدفتر هذاك المحافظ ديال 24 ورقه والسيلو. قال لي غتبقى اللي شتيه كتبو، داكشي اللي قالو السي عبد النبي كتبو. كيقول بان هاد المغنيه خصها الايقاع كنكتبو، هاد المغني خرج على النغم هذا خصو يغني في هذا، وانا كنسجل الملاحظات. هي هذيك بقيت حداه شحال تقولي من عام؟ بقيت صديق ديالو 40 عام، حتى انني الله يقبل بحال الوالد ديالي كبرني تقريبا. والنهار اللي مشى عند الله هذا العبد الضعيف هو اللي كان من الناس اللي عملنا له تكريم على مستوى كبير في مسرح محمد الخامس يليق بمقامه، وكانت جمعيه رباط الفتح هي اللي شرفت على هذا التكريم. هذا قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم ان يكون رسولا. هذا اعتراف لهذاك الرجل لذاك العمل اللي قدم بقى مسجل. حنا كنعترفوا بالجميل، من اسدى لي خدمه بقيت له عبدا الى اخر. تخي بيان. واخا سي محمد الغاوي، وانت كتهضر على المعلم، انت كان عندك مسار في التعليم طبعا، ماشي مغامره من التعليم الغناء؟ شوفي، التعليم والغناء هو يكمل بعضه البعض، لأنه تعليم فن وثقافة وهذا فن. فأنا خدمت في ميدان التعليم. علاش؟ لأنني كنت مضطر، لأن كيف ما قلت لك كانت الأسرة فقيرة، وكان ضروري خصني نساعد الوالد ديالي باش نكمل التربية ديال الإخوة ديالي اللي كانوا صغار، لأنني أنا بمثابة يعني أكبر. فهذا هو اللي جعلني. ومشيت ديك الساعه كنت دوزت جوج ديال المباريات، دوزت مباراه ديال الامن الوطني مفتي الشرطه، ودوزت مباراه ديال رجل التعليم، نجحت فيهم جوج. مشيت لعند السي عبد النبي الجراري، كان بمثابه الاب استشرت معاه، قلت له السي عبد النبي انا جاوني جوج ديال لي كونفوكاسيون باش غادي نمشي نخدم، واش نمشي للامن ولا نمشي ل... قال لي يا ولدي انا نفضل تمشي للتعليم لانه قريب للميدان الفني، عندك اوقات العطله وعندك الوقت باش يبقى لك مجال. الشرطه ما يمكنلكش عندك الساعه غتولي يعني الالتزام ديال العمل كتفاد. فاحسن ما عملت هو اختاريت، والحمد لله من بعد عملت الحاق من التعليم لجمعيه ابي رقراق اللي بقيت فيها الى غايه الليل. واخا بينك وبين راسك والوضع ديال الفن حاليا، ما كتقولش كوني بقيت في التعليم ما حاديتش هذا الفن نهائيا؟ لا ما يمكنش. ما عمرك ما ندمتي بينك وبين راسك؟ ابدا، وعمري ما ندمت. علاش؟ لانه الفن
يجري في عروقي مجرى الدم. أنا ما يمكنش إنسان ينصرخ على جلده. أنا تخلقت فنان وكنحب هذه المهنة ومخلص لها، وعانيت وتعذبت، تعذبت بزاف باش أنني نعمل اسمي. علاش؟ الوقت اللي ظهرت أنا كانوا الفنانين ديال بصح، الفنانين الكبار بلا ما نقول لك الأسماء، كبار وكبير والله. أول ظهور لي كان في خميس الحد، غنيت في خميس الحد مني كنت باقي صغير، وغنيت أغنية لأم كلثوم أنا ذاك أمل حياتي، وتوفقت فيها وخديت جائزة. ثم غنيت كذلك في واحد مهرجان في سلا، باش شافوني ديك الجمعية، باش وليت كنعمل العمل الجمعوي اللي كان عمرو اللي كان عملو تقريبا نصف قرن وأنا كنعمل العمل الجمعوي. فهذه هي البداية، والبداية صعيب بزاف، صعيب وتعذبنا، ولكن الحمد لله. من البداية لدابا شنو الفرق بين سي محمد الغاوي ديال ديك الوقت وديال اللي قدامي دابا؟ باقي هو سي محمد الغاوي، هو نفسه يحظى بحب الناس، ومن أحبه الله حبب فيه خلقه. فالحمد لله حب الناس فين ما مشيت. وديري واحد القضية الله يكثر خيرك، ها مدينة سلا كما تيقولوا ريال ديال الجاوي كيبخر سلا. سولي الناس ديال سلا ويقولوا شكون هو السي محمد الغاوي. بقيت مخلص الوطني ومخلص البلادي، ودائما أمثل وأشرف يعني المدينة ديالي ولا المغرب أحسن التمثيل. مشيت للدول الأوروبية كلها، مشيت للولايات المتحدة الأمريكية كلها، مشيت للدول العربية تقريبا كلها غنيت فيها. كان منصف معك الفن؟ كان الفن منصف معك؟ فن لن أنسى جميله، هو من صنع هذا الرجل، وأنا غنبقى مدين مدى حياتي للفن. أنا نقول لك علاش، لأن كيف ما قلت لك في البداية كانت الحالة فقيرة جدا، وأنا أعترف من هذا المنبر أنني لن أنسى في يوم من الأيام جيت من المدرسة مع بقى عقل مع جوهر ربعة أو ربعة ونص في الجوع، وكان اعتز ونقولها، قلت لأمي، أمي في الجوع بغيت ناكل. قالت لي يا ولدي ما لقيت ما نطيب. وعشت هذه المرحلة هذه، والآن الحمد لله. وكتقول لي في ذاك الوقت الخيرات جاية، وفعلا جاء الخير، وكله من فضل الله وفضل الفن. واللي كيتنكر للفن فهو ناكر وجاحد للجميع. لا ماشي تنكر الفن، ولكن كاينين فنانين كيقولوا لي مثلا كنستضف فنانين بزاف كيقولوا كانت الوقت صعيبه معنا. الفن ماشي سهل، الفن صعيب، فيه مطبات، فيه اكراهات، فيه بزاف المشاكل. عشتي هادشي؟ عشتوت. ربما اكبر واحد تعذب في الميدان الفني هو هذا العبد، ولكن حلاوه العذاب احيانا العذاب يكون فيه طعم وفيه حلاوة، لأنه ما يمكنش الإنسان يوصل لشي حاجة إلا ما تعذبش عليها. ماشي غير في الميدان الفني، في جميع الميادين لا بد أن الإنسان يلقى مطبات ويلقى عراقيل في حياته باش يوصف. ولكن أنا دائما مؤمن بواحد القضية، أنه ما تمشي غير في مشاكل الله. كلنا كنعرفوا الفن والصعوبات، كما قلتي الفنان كيعيش صعوبات كبيره في الفن، بالاضافه لطبيعه المجتمع ديالنا المحافظ، خصوصا في سنوات السبعينات والثمانينات. سي محمد الغاوي، كان من السهل عليك تقتحم هذا المجال؟ ما كانتش معارضه من الاهل او للوالدين؟ ابدا ابدا، لان الام ديالي كنت كنسمعها كتغني مره مره الملحون، والوالد ديالي عمره ما منعني. بالعكس دخلت الميدان الفني تلقائيا، ومن بعد خوتي تاثروا بيا حتى هما، وحتى هما كلهم فنانين تبارك الله، كلهم كيغنيو كلهم. وهادشي راه ماشي، حنا ما غنكذبوش على التاريخ، هادشي راه كله مدون ومسجل. وانا كيف ما قلت لك راه سالا شاهده على ذلك، والعائله ديالي. لا حنا ماشي في الشهود، حنا اليوم كنبينوا للناس هاد التاريخ ديالك، هاد الحياه، هادو اسئله عاديين تنسول ضيوفي كاملين. كنجاوبك بتلقائيه وبصدق، كيف ما قلتي حنا ما حضرناش الاسئله ولا الاجوبه. انا اتكلم بعفويه، ومن من يصدر من القلب يصل القلب. الى القلب. داكشي اللي كاين سي محمد. انا قسمت بحال غندير داكشي ديال المحكمه، اقسم بالله العظيم ان اقول الحق وغير الحق. لا 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 ماشي في القسم نهائيا. بغيت نقول لك بان فقره بلا زواق كندخلوا مع الفنان في حياته الشخصيه اكثر، وفي الحوايج اللي عاش على مدار السنوات. نعم. كيفاش كانت علاقتك بوالديك قبل ومن بعد الفن؟ قبل ولوج الفن ومن بعد أنا الفن؟ انا دائما تيعيطوا لي الحنين، وامي
وبا مغطيني ومفرشيني بالرضا. وكيف ديما تنقول لك راه الشهود كاينين، راه كاين الجيران. لا بالحقين خليني نعبر هكا، كاينين الجيران وكاينين، انا مرضي والحمد لله. وبلا بغا نقول لك داكشي بيني وبين الله، ما نقولكش انا درت ولا تنتجمل، لا 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 لا، داكشي اللي غيرضيه لي ضميري عملته في الوقت اللي ربي مسك عليا وخدمت واجتهدت وعملت. هذا دائما كنت الى جانب والدي وبقيت معاهم وبقوا معايا الى اخر لحظه. واخا اولادك اليوم علاقتهم بك؟ سوليهم كيموتوا عليا، اولادي كيموتوا عليا. الى شي واحد فيهم قال لك بغيت نغني؟ الى عنده الامكانيات وعنده، لان شوف كيمكن نخرجوا 100 طبيب و100 محامي و100 مهندس و100 استاذ جامعي، ويمكن ما نعطيوش فنان واحد. علاش؟ الفنان هو وليد بيئته، كيخرج مع الله، هذاك موهبه الله. شي واحد غير كيتخلق كيقول انا بغيت ندير لا بانتور، شي واحد تخلق تلقى فيه هي موهبه ربانيه، ربانيه والله سبحانه وتعالى. هذه نعمه من عند الله كيعطيها لمن يحبه، ولكن مسخره في الاخلاق وفي المسائل اللي هي روحانيه، ويكون الفنان بمعنى الكلمه. قلتي لي سي محمد الغاوي بان عشت الفقر، اليوم تبارك الله الحمد لله، اما بنعمه ربك فحديث. الحمد لله. اليوم الحياه ديالك اليوم مقارنه بشحال هذا في قلتي لي عشتي الفقر، شنو كدير اليوم؟ شي حاجه ما كنتي محروم منها؟ اولا الحمد لله عم ربي ما حرمنا من شي حاجه. انا يومي اقسمه مع الناس، نصف اليوم للناس والنصف الآخر لأسرتي ولأبنائي. ما معنى النصف؟ أنا كنجمع الناس خمسة المرات في اليوم، كنجمعهم خمسة المرات. ما معنى خمسة المرات؟ أنهم كيتجمعوا خمسة المرات لذكر الله، فهمتيني شنو؟ كنجمعوا على ذكر الله في مكان مقدس وهو مسجد في سبيل الله. كاين اللي تيتفرج فينا دابا سي محمد الغاوي وكيقول بان محمد الغاوي هو دبلوماسي وكيحاول يلمع، ما محتاجش تلمع حتى شي صوره. لا وشوفي دابا انا جيت لهنا ماشي باش نلمع، جينا باش نهضروا على بعض الحقائق اللي انا كتسوليني وخصني نجاوبك. علاش؟ لانه التلميع والفنان لا بد خصو يلمع الصوره ديالو، واش خصو يعطي صوره معاكسه؟ ولكن ما محتاج. لا التاريخ ديالك كيهضر عليك. لا كاين احيانا اللي كتجي شي حويجات التي تفرض عليك ان توضح بعض الاشياء، توضح بعض الاشياء. غنمشيو للتوضيح. نعم غنمشيو للتوضيح. نعم. عندك فقره ديال حق الرد. مرحبا. غترد فيها. مرحبا. على جميع. مرحبا. الانتقادات. مرحبا. والاتهامات الموجهه لك. الناس كيكذبوا على الميتين، ولكن اللي هما احياء ما كيكذبوش عليهم الناس. واخا نشوفوا فيديو ونرجعوا سي محمد الغاوي. الاقرباء ديالك، انا غنمشي لك الاخ ديالك محمد الغاوي اللي هو قبل منك في الفن. نعم. عاونك فاش بديتي؟ لا ما عاونكش. لا 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 ما عمرك ما هدرتي على علاقتك. أقولها أنا أمام الملأ. لا بالعكس بالعكس. آه. ما عمره يعني ما وأنا أتحدى أي إنسان أو لن نتحاور أنا وياه. لا يعني كانت علاقة عادية. ما عاونكش. حاربك خوك 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 في الحرف عدوك، واخا يكون ولد أمك وبوك. سي غاف سي 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 ساشوك. ساشوك بيان سور. يقدر الفن يفرق الاخوه محمد الغاوي؟ ابدا. شوف هذا خاي ولد امي وبا وعزيز عليا، هو ولا خوتو والله، وخل يقول اللي بغى يقول. ما يمكنش. علاش انا الكبير كان خصني نصبر في حقي وكنعمل بالنصيحه ديال امي. امي واحد مره مشيت كنشكي لها شي حد ظلمني، قلت لها امي، قالت لي شوف اولدي ها السخط ها الرضا، خليك ديما كبير وراه عمر ربي ما غادي يخيبك. والله ما نهضر في خويا بالله، وعند ربكم تقتسمون. وقبيله قلت لك واخا انت هذا، غنعاود ناكد لك راه كاينين الناس وكاين سلا وكاين الجيران وكاين العائله وكاين خوتي اللي كبرنا، هما غادي يقولوا الحقيقه وانا ما ساغصف. كنحبو عزيز عليا ومتنتبعو، والغنيوات ديالو كلهم تيعجبوني وتنحفظهم، راه خويا. واخا بعض الزملاء سامحهم الله كيحاولوا يدخل، ولكن راه ما يصوروا والو. علاش؟ لان خاي ولد امي وبا، وغايبقى احب من احب وكره من كره. احبه وانا اقول من هذا المنبر اني احبك يا اخي وسابقى احبك الى اخر رمق. علاش؟ راه شحال في عمري دابا انا وشحال باقي لي غنعيش؟ راه دوزنا تبارك الله تاريخ الامجاد، ولا جيت نبقى نعاود لك راه خصني نبقى خصني 36 حلقه
باش نعاودك على المسار ديالي، ولكن خلي لي بغي شي يقول شو. والله العظيم لا أتكلم معك بقلب صادق. مزيان جميل، مزيان، لأن حتى حاجة ما كتستاهل في الدنيا. وشوفي أنا بغي نتصالح، الله يذكر عليه. واحد القضية نحكيها لك، سي أحمد طيب العلج، واحد المرة لقيته قلت له بتلقائية، سيدي أحمد خاصم معايا؟ قال لي أنا ما كنت خاصمش، أنا كنقلب على مع من تصالح، عباد الله اللي مخاصم معاه من هذا المنبر تنقول له سامح لي وأنا غنجي عندك نتصالح معك. أنا ما كنت خاصمش. سبق لكم وتصالحتوا، صالحكم ما مرة ما تخاصم. رشيد حيك رئيس، رشيد حياك، هذا راه خونا الصغير وعزيز، وعمرنا ما تخاصمنا، كاين خلافات صغيرة ولكن داك الشيء نجوزوها. اي طبعا نجوزوها، لان الدم، لان طبعا انا لقيتو غير هذه يومين في وزاره الثقافه، كان والله العظيم مشيت سلمت عليها، الاخوه الفنانين كلهم سوليهم، انا ما عنديش مشكله مع ندوزو هذا صافي ندوز. واخا الحياه ما كتستاهلش نهائيا سي محمد الغاوي. طبعا حنايا كما قلت لعبد العالي فاش كان ضيفي، حنايا فينالمون باساجي، حنا سواح سائحين في وشوفي وحشومه تسمع علينا ان الاخ كيتخاصم مع اخوه، واش نعطيو فرصه للناس يهضروا علينا؟ ابدا والله ما نعطيهم هذه الفرصه، وعمري ما غنعطيها لهم. علاش؟ لانني انا اخ وخصني انا كنعمل بالنصيحه ديال امي. سي محمد الغاوي اغنيتك الغربه والعشق القادي لقات نجاح كبير، قدرتي تنجح موراها؟ بزاف اغاني كثيره، سامعني بالفرحه لقاني، شكون يسخى بكم، مرحبا ونهار سعيد، ألف هنية وهنية. أنا نوقف ألف هنية وهنية. نعم. ألف هنية وهنية كانت تغنوا بها في الأعراس كاملة، الأغنية ديالك هذه من كلمات الأستاذ فتح الله المغاري، الألحان ديال الحاج العربي كوكابي الله يرحمه، أغنيتها مع فاطمة مقدادي، غنيتها أنا وفاطمة المقدادي في العرش ديال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء بمدينة مراكش، وهي كتقول بسم الله ندقوا الخيام، بسم الله بسم الله ندقوا الخيام، سرجوا خيول القدا قيموا نزاي سبع ايام، هكذا جرات به العاده الحباب، كل قريه ومدينه سهول وصحاري وجبال جايين مديني دينا، الجنوب كيعانق شمال الحباب. وعاد من بعد كندخلوا الف هنيه وهنيه ويا لالا لالا في العماريه ويا لالا، التمر في طبق هديه يا لالا، والحناني صحراويه ويا لالا، اسيادي مصابح ضوات الله سيدي، ها لالا اسماء برزات الله، وصايلة بالهمة والنخوة العلوية. وعاد كنقول واحد الدعاء لصاحب الجلالة، يا المولان عم الفتاح يا الكريم يا عظيم الشان، حفاظ تاج المطن المالك الهمم، ترافقوا العناية والحكمة الربانية، طا 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 إلى آخره. واخا برافو عليك. بغيت نعرف علاش خداو في تسمعوا في الأعراس، عشان نكونوا في الأعراس كنسمعوا غير ألف هنية وهنية، وخداو غير هالطريف كانوا ياخذوا الأغنية كاملة لأن الأغنية زوينة. كيعرفوا الناس بأن هذه الأغنية ديالك؟ كيعرفوها الفنانين كلهم كيعرفوها، لأن عاشوا معنا الفنان الأساتذة الكبار اللي كانوا راه عارفينها، ولكن كاين احنا تنعرف، ها هي فرصه باش كنعرفوا الناس. نمشيو انا وياك القاصح احسن من كذاب، وانت واجد تكون معايا قاصح. مرحبا مرحبا، انا قاصح والله ما والله ما تنكذب حق الله. قبل ما نمشيو القاصح احسن من كذاب نمشيو الفاصل وراجعين، ضيفنا هو سي محمد الغاوي، خليكم معنا. سؤال روتيني كنسول ضيوفي كاملين، قصحتك شويه الوقت؟ وشوفي واحد القديم نقولها لك، الابتلاء هو من رضا الله، كاين اللي كيعتقد ان الابتلاء هو سخط، لا الابتلاء هو من رضا الله سبحانه وتعالى. سيدنا ايوب عليه السلام ابتلي بمرض، سيدنا يوسف ظلم ودخل الى السجن ظلما وخرج منه. شوف الحياه هي مد وجزر، وجزر داكشي اللي كاين. شحال قصحتك الوقت؟ انا قلت لك في الاول تعذبت وقصيت. اكثر حاجه قاصحه عشتيها خايبه باقي كتفكرها لحد الان، فاش كتفكرها كتقول هذه اكثر حاجه قاصحه عشت في حياتي؟ والله العظيم اللي جا من عند الله مرحبا. علاش؟ لانني انا مؤمن بالله وبالقضاء والقدر، اللي جات وربي سبحانه وتعالى ما كيدير الا اللي فيها الخير، عم ربي ما خيبني الحمد لله. وكيف ما قال غير شوف غير يكون قلبك مزيان
انا راه قبيله درت هكا هذيك اقسم بالله راه هادشي اللي تنقول لك غير الحقيقه. كن مزيان ولا تخاف، كن مستقيما ولا تخاف. راضي على حضورك اليوم في المشهد الفني؟ بزاف راضي عليه، بزاف، لان الحمد لله قدمنا داك الشيء اللي قدرنا نديروه درناه. وانا اسعد انسان علاش؟ لانني عشت مع الفنانين الكبار، الفنانين ديال بصح، مع الفنانين اللي كنت كنتمنى غير نسلم عليهم، حتى انني وليت كنوقف الى جنبا الى جنب معهم، وغنينا في ملاحم، والحمد لله شاركنا في عده سهرات، وجلنا ودرنا داك الشيء لا يحصى، وهذا من فضل الله، راضي كل الرضا الحمد لله. الاغنيه الشبابيه اليوم، نعم، ما كتشوفاش بان تفوقات عليكم؟ ماشي قضية تفوقات، لا، هو لكل زمان رجال، ولا تبخسوا الناس اشياء، نحن لا نبخسوا الشباب، ولكن كاينين بعض الشباب اللي كيديروا شي حويجات. انا عندي ملاحظه غير في الكلمات. سي محمد الغاوي، انت من مؤسسين اول نقابه فنيه بالمغرب، من بعد كان خلاف مع الناس اللي في النقابه، مشيتي درتي نقابه اخرى مع مولاي احمد العلوي، ومن بعد هذه النقابه كنتي ايضا عضو في نادي الفنانين عامين اللي كيترأسوا عبد العلي الغاوي، ومن بعد ما بقيتيش في نادي الفنانين، شرح لي. اولا نقابه الفنانين تاسست في جمعيه ابي القراق، وانا اللي جمعت الفنانين باش درنا اجتماع في المقر ديال الجمعيه. هذه اول نقابه، اول نقابه، ولكن النهار اللي جمعتهم جمعت الفنانين كلهم على اساس تكون جمعيه. ولكن لما كان الجمع العام ناض كل شيء اصر على ان تكون نقابه على غرار نقابه مصر ونقابه سوريا، وكنت في المكتب. نقدروا نوصلوا لهم حنايا؟ كيفاش تقدروا؟ في مصر وفي ال احنا جايين، علاش لا؟ في الفن، في لا والفن، شوفي كتبقى مصر وما نكذبوش عاوتاني، مصر كتبقى ام الدنيا، ولكن المغرب راه غادي الحمد لله، حتى هو الفنانين راه ولاو كيبدلوا يعني في المحافل الدوليه، ولات الاغنيه المغربيه انتشرت، فهمتيني؟ احنا غاديين، ولكن مصر كانت نقابه كانت رائده. المهنه الموسيقيه في مصر هي نقابه، هي مؤسسه قائمه بذاتها، كتاخذ قرارات كيمكن لها تمنع فنانين من الغناء. احنا جايين لان دابا الحمد لله احنا دابا قانون الفنان هو التصوب، الساده الوزراء المسؤولين على الثقافه، وزير الثقافه والاتصال هم عاملين واحد المجهود، احنا دابا دخلنا البرلمان، ان الفن والثقافه دخلت البرلمان، ها بطاقه الفنان، احنا غاديين، لا نبخسوا، عاوتاني ماشي نبخسوا احنا اشياء ديالنا، الحمد لله غاديين في واحد المسار جيد. نكمل لك على النقابه. من بعد كنت انا في النقابه، ولكن انا ما عادتي ما كنبغيش ديك قوه المشاكل، ملي كنشوف شي حاجه كنسحب. بقيت منخرط، انا منخرط مع جميع الفنانين، مع النقابه الحره ومع نقابه المهن ديال مولاي احمد علو. سولتيني على نادي الفنانين، نادي الفنانين انا اللي صوبت القانون ديالو، وانا اللي دفعت الوراق الولايه ديال الرباط، وانا اللي جبت وصل الاذاع ديال نادي الفنانين، وكنت انا مهمه ديال امين المال، وانسحبت باش نبقى مزيان مع خويا ومع الاخوان، ومع ذلك ملي كيعيطوا لي كنمشي صافي فاقلا لا اقل ولا. انا شوف اي حاجه فيها شي حاجه اللي فيها الخلاف والصداع كنبعد منها، لانه كنبغي نرتاح وما خصنيش المشاكل. هذا هو اخر سؤال في قاس حسن من كذاب، انت واجد جاوبني على جميع الاتهامات والانتقادات الموجهه لي. والله الا مرحبا والف مرحبا. مرحبا ولا اويلي مرحبا؟ اويلي مرحبا والف مرحبا. حق الرد ضيفنا هو محمد الغاوي. احنا الحمد لله كندوزو في الاذاعات الوطنيه، كندوزو في الاذاعات الحره، كندوزو في القنوات، غير تكون هناك عنايه اكثر، لانه شوف الا مشيتي دابا الحفلات ديالنا المغربيه، العراسات ديالنا والفرحات، شنو كتسمعوا؟ واش كنسمعوا هاد الاغاني الجديده؟ كنسمعوا الاغاني ديال الرواد، اش داني وعلاش مشيت، والف هنيه وهنيه لاله في العماريه اللي هي بكل تواضع من الغناء ديالي. بحال تصريحات سي محمد الغاوي كاين اللي كيقول بانه هجوم مبطن على الشباب، شنو ردك؟ ابدا، الشباب راه ولادنا وكنشجعوهم، وانا شجعت الشباب، راه واحد العدد المطربين دابا اللي هما اسماء بكل تواضع عاونتهم وساعدنا بلا ما نقول الاسماء، راهما تيعرفوا الفنانين راه كيعرفوا هادشي. انا عندي يعني ماخذ غير على الكلمات، كاين شي كلمات اللي كيغنيو اي شيء، واحد تيقول له مثلا انا بلوكيتك في التليفون، ما عرفتش كذا،
واش من القمر الأحمر ومن الشاطئ ومن الرحيلة ومن حسيب توكي ومن الأغاني الوازنة اللي حلينا حتى شي كلام اللي هو احنا خصنا أولادنا أو المستمع خصنا نربيوه ونرقاو بالمستوى ماشي نهبطو. كاين اللي كيقول سي محمد الغاوي بأن أنت ما كتعتبرش من الرواد. طبعا وأنا كنعترف على أنا رائد ماشي رائد. أنا قلت لك أنا رائد أنا في جيل الوسط. الرواد راه هما الأسماء الكبيرة، راه السي حمد البيضاوي، السي عبد الهادي بالخياط، السي عبد الدكالي، الأساتذة الكبار، السي إبراهيم العالد. هما الرواد. أنا عمري أنا والله ما رائد. أنا جيل الوسط وأنا تلميذ ديال الفنانين الكبار اللي تعلمنا عليهم وكنحترموهم. يعني حنا كنحترموا الناس اللي سبقونا واللي يعني من علمني حرفا صرت له عبدا. حنا كنحترموا. انا ماشي رائد. اشنو كترد على الناس اللي كيقولوا سي محمد الغاوي بان من غير الغربه والعشق القادي والف هنيه وهنيه ما درتيش اغاني بحالهم وفي الوزن ديالهم؟ امنا الخير والبركه. كاين اغاني اللي غنوها الناس، واحد الأغنية بلاتي ويا لولا داها وانا حضرت ولب، كان المغرب كله كيغنيها. ودرت سمعني تاي تاري، كاين غنيوات زوينين اللي عملناهم والحمد لله. كاين البصمة وكاين الغربة وكاين بالفرحة القاني، كاين ريبرتوار 86 أغنية فهمتيني. ولكن نقول لك واحد القضية، راه كاين اللي تيغني 30 عام وما عندوش أغنية وحدة سوكسي. باش تلقى وحده اغنيه سوكسي راه دابا جول المطربين الكبار كتلقى عنده اغنيه وحده هي اللي مكسره الدنيا وكيعمل بها كما تنقولوا تيقولوا البوز ياك كيعملوا البوز. فاحنا بعدا كنعملوا البوز بالاغاني. كاين اللي كيعمل البوز على حساب الناس كيهضر في الناس وكي لا، الا غنعمل البوز نعملوا باغنيه ناجحه ونهضر. اما فهمتيني غنمشيو نشوفوا فيديو ونرجعوا نعلقوا عليه. اولا الصحافه جزء لا يتجزا من الفن، لان الفنان بدون صحافه لا يساوي شيء. كاين اللي كيقول بان هذا تصريح لتلميع الصوره ديالك قدام الاعلام. ايوا انا شنو جاي ندير هنايا؟ انا جاي نلمع صورتي من حقي، وهذا ماشي نفاق، لان الصحفيين والله العظيم الا تيبذلوا واحد المجهود وتيخدموا الفن الملاحظات ديالهم. علاش؟ انا غنكذبوا على الصحافه؟ بغيتي دابا تخاصميني مع الصحافه؟ لا ما نخاصمكش، ماشي الهدف ديالي نخاصمك مع الصحافه نهائيا. الا حنا ما نساوش الخير ديالهم، وانا جاي لهنا باش نلمع صورتي، لان انا بنت نقلب على ان بلس ماشي ان موان. من حقي انا كفنان كنقلب على انني نعمل حويجات باش نلمع الصوره ديالي. من حقي اللي الناس اللي كيقولوا سي محمد الغاوي بان سي محمد الغاوي كيحرض الصحافه ضد عبد العالي. وكاين انا قلت لك وعند ربكم تختصمون. حرام عليا. وهذا الا كاين شي صحفي انا عمري قلت له شي حاجه على عبد العالي اوجي اوجي هذا كلامه هو. اما انا واجي واحد الله يرضي عليك، واش كاين شي واحد تيحرض على خوه؟ راه نقول لك واحد القضيه بعدا خصك تعرفيها. شتي ملي كيكتبوا مثلا شي واحد كتب على عبد العالي، راه كيغلطوا الناس كيحسبهم عليا والله العلي العظيم. دابا ملي غير كلمه الغاوي كتجبد راه حتى انا كنتقاس. واش كاين شي كيبقى فيك الحال فاش كيكتبوا شي حاجه خايبه؟ طبعا 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 اخويا هذاك هو. وجه لي رسالة منك. أحبك والله أحبك، وأحب جميع أخوتي وجميع أحبابي وعائلتي، والله أقولها من كل قلبي. أنا قلت لك راه الله يخليكم بعضياتكم، واش شحال غنبقي نعيشوا؟ راه عشنا ما كفاش. كنتي بغيتي ترد على شي اتهام أو لا انتقاد ما قلتوش لك في الحلقة؟ بقى فيا واحد القضية من خلال التصريحات ديال خاي عبد العالي على جمعية أبي رقرق. انا غنقول لك جمعيه ابي رقرق شنو دارت وشنو كدير. ولكن هو ما قالش اسم الجمعيه. لا لا خلينا دابا، ما قالش على الجمعيه اللي انا فيها تقريبا 32 سنه، وكلمه حق. وانا راه ماشي ناطق رسمي باسمهم، راه كنقول غير الحقيقه لاني عشت معاهم. درنا تكريم الجول الاسماء الوزينه، سهرات الرواد، ودخلي اليوتيوب ودخلي راه صورتها القناه الاولى. المعطي بن قاسم، اسماعيل احمد، ابراهيم العالمي، عباس الخياطي، عبد الواحد تطواني، سعاد محمد، مؤخرا في مقامات الاستاذ عبد الهادي بالخياط. جبنا اصاله نصري من سوريا، عملنا لها تكريم، عملنا الثروه ديال مصر، عملنا عده اشياء. بالاضافه عندنا نادي المعاق، الناس المعاقين اللي عندهم احتياجات في سبيل الله، وان كان هادشي ما خصناش نقولوه،
ولكن راس لا راه على شنو هو الجمعيات؟ هو خدمة المجتمع المدني. كنكملوا او النداء ديال صاحب الجلالة اللي كيقول على انه المجتمع المدني والجمعيات خصهم يساهموا في المشاريع الكبرى اللي المغرب داخل ليها. فاحنا كجمعية داخلين لهذه المشاريع مثل جميع الجمعيات اللي كاينة في سلا بحال الرباط الفاسح اللي كاينة في الرباط، عمل الجمعاوي لا اقل ولا اكثر، عندنا نادي المعاق، عندنا دار الطالب، واحد المحل ديال الطلبه اللي كيجيو ساكن من المدن ما كيلقاوش بلاصتهم في الحي الجامعي، ما كيلقاوش فين ينعسوا، هادشي عارفينه في سبيل الله كيجيو لعندنا دار الطالب. عندنا نادي الطفل اللي كيخدم الطفوله وكيخدم المخيمات الصيفيه وبزاف ديال الاشياء اللي هي كنعملوها بدون بهرجه وبدون. انا راه كنقول لك دائما انا ماشي ناطق، انا غير عضو وليس لدي القرار. كاين رئيس اللي كنحترموه وكنقدروه اللي هو السي نور الدين شمعو، راجل فاضل، والناس اللي في المكتب وكنديروا الخدمه ديال سلا وكنخدموها باخلاص مثل جميع الجمعيات لا اقل ولا اكثر. الا رجعنا معك ساعه قبل البرنامج غتقبل الدعوه ديالنا ولا لا؟ بكل فرحه، انا وقتاش ما عيطتي لي انا موجود، وانا راه تنتكلم بصدق وشوفي وما فكرش عجينه، كنتكلم بعفويه وبتلقائيه والله شاهد ان قبيله، وخا ما حلفتينيش انا حلفت على انني ان اكون صادقا، والحمد لله انا حسيت ان البرنامج كان رائع بالابتسامه ديالك. الله يخليك. بهذا الاستقبال، والسيد المدير السي رشيد حياك عاد كان معنا الله يطول له العمر، يعني شاب وعنده طموحات كبيره، فكنتمنى لهذه القناه كل النجاح وكل التالق. كيقول المثل الكلام اللين يغلب الحق البين، وهذه حقيقه كنعيشوها جميع، لانه ما بين ليونه القول والحق خط رفيع من الممكن ان يزيف الحقائق. نتمنوا ان ضيفنا محمد الغاوي كان متسلح بالحق والمصداقيه اكثر من ليونه القول، وقدر يقرب الجمهور من شخصيته. اما انا ما بقى لي الا نشكركم على امل اللقاء بكم الاسبوع الماجي. السلام عليكم.